يا اهلا وسهلا يا فندم، يا اهلا وسهلا، منوره الاوتيل كله. احنا في عيد يا فندم، والله في عيد. ميرسي. بعد اذن حضرتك ممكن تاخدي رقم موبايلي؟ ليه؟ يعني عشان لو مفيش تبس كاش تحوله لي رصيد. شكلك رغاي قوي. ما هو من غلبي. انت يا ابني، انت يا ابني، انا مش قايل لك بلاش دعوه بالست ولا ايه؟ وانت عشان جايبها لنا يعني هتقطع عيشي؟ يلا خش في جرابك اقعد. يلا اتفضلي يا فندم، اتفضلي. يا اهلا وسهلا يا اهلا. انا عايز اقول لك يا فندم، انت جايه احسن اوتيل في الغردقه تما. احنا الاوتيل الوحيد اللي في الغردقه اللي بيقدم البريكفاست 4 مرات. اه والله. ميرسي. ادهم زبوم. مستر زهدي منورنا يا فندم. اهلا. ازي حضرتك؟ فنورانا. لو سمحت عايزه اوضه على البحر. تمام يا فندم، احسن اوضه عندنا. استاذن حضرتك يا فندم، في حجز مسبق؟ لا للاسف. ادهم. سوري مستر زهدي، استاذن حضرتك بس يا فندم في اي دي. اسف والله حضرتك منورانا يا فندم. ادهم. سوري يا مستر زهدي، حضرتك هتقعدي معانا كام ليله؟ لسه مش عارف. ادهم. ما فيهاش حاجه يا مستر زهدي. على رايك صحيح. صح. حضرتك لوحدك ولا معاكي حد؟ لوحدي. ادهم. ايه، معاها حد؟ اكيد معاها الشنط. اه لا لا، هي مش شنط منورانا. ميرسي. ليه كده يا ربي؟ ليه كل الستات اللي بتجيلنا بتبقى لوحدها؟ ليه؟ هو في حاجه؟ ما تاخديش في بالك، اعتبريها ماتريكس. ادهم خلصني. حصل يا مستر زهدي. ايه؟ وطي شويه. مالكش دعوه مستر زهدي. ابوس ايدك. مشيها مشيها بسرعه، فارس لو شافها مش هيسيبها والله العظيم. امشيها ازاي يعني؟ امشيها ازاي؟ انت لو تعرفي تزقيها زقيها. لو سمحت انا مستعجله جدا. تحت امرك يا فندم. ادهم ادهم بس. يلا يلا. حاضر يا فندم. استاذ حضرتك بس هنملى البيانات دي. هتملاها في ايه؟ في الورقه. انا افتكرتك هتملاها في ازازه. الاوتيل هنا ده. انا هملاها عشان ما تدلدقش مننا. برافو يا ادهم، برافو. انا هملى اللزاز مع كل الزباين. حضرتك بس كام سؤال. هل عندنا اي اضطرابات نفسيه يعني، وساوس قهريه او كشري بالليه؟ ايه يا ادهم، في ايه؟ اي حاجه من الحاجات دي يا فندم؟ لا الحمد لله يا فندم، تبقى ان شاء الله مقضيه. منورانا يا فندم. اساسا بس حضرتك يا فندم في داون بيمنت ليله واحده. ادهم خلاص يا فندم، انا هدفعها من معايا من جيبي. برافو يا ادهم. طيب على فكره الاوتيل هنا اصلا ما فيهوش اساسا اوض فاضيه على البحر. الاوتيل اللي جنبنا بقى مليان. ادهم خلصني. ده كلام. بعد اذنك يا استاذ زهدي، لحظه واحده، تبقى الهانم عندنا نقولها تروح الاوتيل اللي جنبنا. الله الله، مش كده يا نبي؟ يا فندم. يا فندم لو ما فيش اوضه فاضيه احنا نحجز لك سويت مخصوص. ميرسي. ميرسي لحضرتك. من عينيا يا متر. يا سلام، ابجريد يا فندم، وبريكفاست كمان كومبليمون. سعيد وصل هان. يلا يلا نورانا يا فندم. نورانا على ذوقك يا ادهم. الله يا فندم. اتفضلي يا هان، نورتي نورتي. جدع يا ادهم. حبيبي. استاذ زهدي. عمر. مين دي؟ مين؟ ابدا، انا عرفت ان صاحبك عايز يتجوز فجبت له حاجه كده نقاوه. قريبتك يعني؟ ها؟ قريبتك؟ هي شبه قريبتي، اقصد يعني شبه اختي. تقدر تقول يعني ان هي اختي، اعضمنتي يعني. بسم الله ما شاء الله، بسم الله. بس مع ان بينكم فرق، فالمهم تكون جاهزه للجواز. جاهزه طبعا، لو عايز تجربها جربها. أنا اقصد يعني جاهزه طبعا، ولو عايز يقعد عليها دلوقتي هيقعد. يا مسهل، ادعي ادعي معايا يا رب. يا رب يا رب يا رب. افتكر انا ليا عموله. فندم؟ عموله. عموله طبعا، ضيفها على الضرايب على طول. ها؟ على الضرايب. انت ما بتسمعش ولا ايه؟ ما بسمعش ايه؟ انا مستغرب. لا ما تستغربش. ما تستغربش ازاي؟ عندي. امسك اقفش يا اخي. انت بتطلع لي منين؟ كويس ان لحقتك قبل ما تهرب. لا لا انت فهمتني غلط، انا ما كنتش هربان، انا بس قلت ابعد شويه احسن اعدي الاوتيل كله على غلاب. انا بصراحه بقى كنت مزوغ من الضرايب. مزوغ رايح فين يا فارس؟ لا ما انا ما ينفعش اقول لك عشان لما يتقبض عليك ما تضطرش تعترف لهم بمكاني. لا اطمن، ما انت مش محتاج تهرب من الضرايب، لقيت لك عروسه وهتتجوز وهتورث يا معلم. اوعى يكون من عنبر الحالات الخطر بتاعتك دي. خص عليك يا فارس، خد يا فارس دي سلافة ملكة جمال. يا سلام، لسه داخلة اوضتها حالا والحمد لله جاية لوحدها، يعني ملهاش راجل غيرك. يا بطل يا جامد. بس ليه سلافة؟ لا ده الكلام ده بقى عايز شرح طويل. ليه بقى؟ ليه سلافة؟ لأن أنا مش أبوها، يعني ممكن أبوها يسميها خشافة. هو حر، إحنا مالنا، أهم حاجة العروس عجبك ولا لا؟ عجباني بس أنا يعني أنا زهقت بصراحة، زهقت. لا 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 بص يا فارس، إحنا عايزين نخلص بقى فارس، اتجوز بقى فارس عشان تورث وتسدد ديونك ونخلص. نورتي
بعد إذنك. لحظة واحدة. حضرتك قلتي إيه؟ لحظة واحدة. يا سنين كتيرة ما سمعتش الجملة دي. ميرسي كتير لذوقك. سوري معيش فك. أنا قلت كده من الأول. ايه الزن ده يا عادل؟ والله ما انا رد عليك، اخبط راسك في الحيطه. اقفل بقى، انا ما صدقت خلصت منك. هو انت فين يا سلافه؟ ازاي انا ارجع الشغل الاقيكي لما هدومك يعني؟ طب انا من البيت. هو احنا مش خلاص اتطلقنا؟ عايزنا نقعد في بيت واحد ازاي يعني؟ ايه رايك يا عم؟ انت بتنطلي منين كل شويه؟ انا قلت انك انت هتفضل تدور عليها كده لغايه ما تلاقيها يا نمس. يعني مش بطاله؟ مش بطاله ايه، ده انت عليك هتطلع عليها. هو في غيرها في الاوتيل كله؟ الله عليك، كده عرفت مصلحتك يا حبيبي. يلا بقى شق طريقك، اشتغل اشتغل. طب اقعد تتعدي بس، اقعد تتعدي. وابقى احط لك شويه كريمه بتوع الجرب دول بقى، بهدلتنا يا اخي وفضحتنا. الو، بصي بقى يا انجي، عادل ده لو اخر راجل في الدنيا انا مش هرجع له تاني، ده واحد ما بيصرفش جنيه على بيته. طب هكلمك تاني. صباح الخير. صباح النور. نعم. فارس قنديل صاحب الاوتيل. ماله؟ انا فن فارس قنديل. خير؟ لا بس شفت حضرتك قاعده لوحدك كده قلت ارحب بيك يعني. اشمعنى انا يعني؟ ما هو بصراحه مفيش غيرك في الاوتيل كله. نعم. بصي بقى، انا موصوف لي ان انا اتجوز النهارده او بكره بالكتير. يعني ايه موصوف لك تتجوز؟ انا عايزك تساعديني. طب خليك عندك. سوري عدوي، واحد قهوه للمدام هنا، قصدي للانسه. بس يو غلاب، الفكره ينفع يتجوز وعمال يهرش كده؟ لا الهرش ملوش دعوه بالجواز يا عدوي. بعدين يا سيدي يكتبوا الكتاب ونأجل الدخله لغايه ما يخف. فكره برضه. لا مطول معاها كده يبقى فاتحها في الموضوع وقربت توافق. صح، ايوه صح. انا متفائل قوي يا عدوي. وانا والله انا متفائل جدا والله. الحق فريده جت. انا اتشائمت يا عدوي، اتشائمت. حضرتك رايحه فين؟ رايحه لمستر فارس. مستر فارس عنده شغل. شغله في البرجوله برضو. يعني البرجوله دي مش جزء من الاوتيل؟ طيب انا كمان رايحه له في شغل. لما يخلص مع الانسه السلافه، اتفضلي. انسه؟ حكايه غريبه قوي. شفتي بقى؟ شفتي ان مشاكلي ما تتحلش غير بالجواز؟ هو انت ما بتاخدش اي حاجه للي عندك ده؟ لا ما انا هاخد، ما تلاقيش، انا زي الفل على فكره. الف سلام عليك. الله يسلمك. ما لقيتش غيري؟ ما هو فعلا ما فيش غيري. عشان كده عايز تتجوزني؟ لا انا قصدي ما فيش غيرك لفت نظري. بس انا مش جايه هنا عشان اتجوز. انا هدفع 1,000,000 جنيه مهر غير الشبكه. ايه؟ بس الحكايه مش حكايه مهر وشبكه. وهدفع 1,000,000 جنيه مؤخر. 1,000,000 جنيه؟ اتصل بمأذون. بصي انا عايزك بقى تحكي لي عن نفسك لغايه ما المأذون يجي. انا مش عارفه اقول لك ايه. قولي له انك متجوزه. ايه؟ ايوه، حتى البطاقه بتاعتها اهي. حاصلة على بكالوريوس فنون جميلة، الحالة الاجتماعية متزوجة. لا لا، أنا كنت متجوزة واتطلقت، وكنت لسه هطلع بطاقة جديدة. يكون في علمك يا فارس، البنت فريدة دي ورا كل مصيبة. ليه؟ عشان قالت الحقيقة اللي خبيتها عني سلافة؟ سلافة ليه هتخبي عليك حاجة؟ أنت اللي كنت عمال ترغي وهي عمالة تسمعك. أنا قلت لها احكي لي عن نفسي، ما جابتش سيرة إنها متطلقة خالص، تبقى كذبت عليا. يا عم ما تبقاش حنبالي. كانت هتقول لك. بقول لك إيه؟ ما تفكك منها وشوف لنا واحدة تانية. أفك إيه وأربط إيه؟ أنت فاكرها عروسة مولد هجيبها نعرفها ولا إيه يا فارس؟ إيه يا فارس؟ ما أنا مش هتجوز واحدة كدابة. الله، مش أحسن ما تفلس وتحبس؟ يا غلاب، غلاب حس بيا. دي أول جوازة ليا. هتغنيها لي ولا إيه؟ يا فارس افهم، دي ممكن ما تكونش آخر جوازة. يعني إيه؟ يعني ممكن تطلعها بعدين. طب والمؤخر؟ يعني الفلوس هتنقص 1,000,000 جنيه كمان؟ يا ساتر على بخلك يا أخي. ماشي، إذا كان على المؤخر يا سيدي، اتجوز عليها واحدة تانية من غير ما تطلقها. ها؟ إيه ده، هو ينفع؟ جدك ما قالش في الوصية انه ممنوع تتجوز عليها واحدة تانية. فانت بقى بتغريني عشان اتجوز اتنين. ها؟ طبعا. اذا كنت مش عايز اتجوز واحدة هتجوز اتنين؟ يا عم مش هتجوزها، دي كدابة وانا ما بحبش الكدابين. هو يوم اسود، انا عارف ان هو يوم اسود.
غريبة انك طلبت تقابلني تاني. ليه؟ عشان كدبتي عليا؟ انا ما كدبتش عليك، انا ما لحقتش اقول لك. عموما احنا لازم نتجوز بسرعة عشان موضوع الوصية ده. هو انت ما بتفكرش غير في موضوع الوصية ده؟ لا ازاي؟ بفكر في نفسي وفي مشاعري. مشاعرك؟ انت لسه مقابلني وطلبت تتجوزني. على فكرة بقى، ممكن البني ادم يقابل واحدة ومن اول لحظة تغير له مفاهيمه في الدنيا كلها. بجد؟ اه طبعا، ده لو حبها. وانت حاسس ان انت ممكن تحبني؟ هتصدقيني لو قلتلك ايوه؟ يبقى نستنى لغاية ما تحبني. مفيش مشكلة، نستنى يوم اتنين تلاتة تحت امرك. لا، نستنى شهر اتنين تلاتة. ايه؟ شهر اتنين تلاتة؟ ده يكون الميراث ضاع مني والضرايب حجزت عليا. خلاص يبقى اشوف لك حل تاني. حل تاني؟ هو انا لو عندي حل تاني كنت اتجوزت اصلا. شفت بقى ان انت مش هتقدر تحبني؟ وانا بصراحة مش هقدر اتجوزك وانت كده. وانا كده ازاي يعني؟ يعني موضوع العدوى والحاجات اللي انت فيها دي. ما تخافيش مادموزيل، طنط افغاد، الدكتور قال ان شاء الله هيخف على اول الشهر. انت مالك انت؟ الله، مش المدير بتاعي ولازم ادافع عنك؟ ولا انا عشان جالك شويه جرب خلاص هنبيعك كلنا؟ جرب امشي، غور من هنا، غور من هنا. اشرب حاجه. طيب روح اعمل لي قهوه. الوزن. بصي انا رايي بقى نكتب الكتاب ونخلي الدخله بعدين. صح صح، عشان موضوع الجرب ده. ايه؟ قصدي موضوع العدوى. نبي يا رياض، انا عايز اخلص الموضوع ده بسرعه. حاضر حاضر، بس بقول لك ايه، حلاوتي وحفوظه. ما تقلقش، هجيب لك حلاوه واجيب لك زلابيه كمان. ماشي، انا عايز الحلاوه يا رب يا رب. ايه ده؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ حد يقول كده برضو الواحد جاب له عروسته لحد عنده؟ يعني انا جبت لك سلافتك حبيبتك. مالك كده محسسني ان انت حمايه؟ هي لسه بقت عروستي؟ انا مالي يا باشا، انت اللي ما نفذتش. ما تتكلم يا حاج رياض. بصراحه الراجل عنده حق. بس اهو قال لك عنده حق. لا يا حلو، انا بقول هو مش انت. انا اللي عندي حق. ايوه انت مش هو. لا طيب، طالما بقى عندي حق يبقى تستنى عليا شويه لغايه ما انجز. استنى عليك شويه ازاي يعني؟ ان شاء الله لحد ما تظبط نفسك. انا مالي، انا عايز اضمن فلوسي. هو انا لسه خدت فلوس؟ ما تتكلم يا حاج رياض. بقول لك ايه، بقول لك ايه، الاستاذ زهدي راجل محترم ومقدر ظروفك على المنيله اللي انت فيها. انا مش هو. ايوه انت. أيوة. هو مظبوط. قال لك انت. لا هو، انا اللي مقدر مش هو. يا ظروف. أيوة. انا ولا ظروف هو؟ ظروف انا. اللي مقدر ده اللي مقدر. طب طالما مقدر بقى بتستنى عليا بقى لغايه ما اتجوز. ليه يا عم؟ ان شاء الله. وانا فاتح كشك وانت مشكك مني؟ دي فلوس ضرايب. امال مقدر ظروفي ازاي يعني؟ ما تتكلم يا حاج رياض. بقول لك ايه، بقول لك ايه، امسك امسك الشيكات دي. شيكات ايه يا رياض؟ انا معيش فلوس في البنك. بص، هتكتب لنا الشيكات دي بتاريخ اسبوع قدام، تكون ورثت واتجوزت. اها ايوه، بس بقول لك ايه، هتكتب ولا يحجز لك على طول بكره؟ ماشي هكتب، بس اول شيك اول الشهر. ليه اول الشهر؟ واحنا لسه هنستطلع هلال رمضان. ما تديني مهله يا زهدي، في ايه؟ ما تتكلم يا شيخ رياض. بقول لك ايه، معلش اديله مهله. ابننا برضه، ابننا. اكتب اكتب. انا اللي اكتب الشيكات؟ لا، هو هو اللي يكتب. انا اللي استلم الشيكات. ايوه انا اللي هحجز. ايوه قال لك هو، يعني انت اللي تكتب الشيكات. ماشي. هتعوزوا كام شيك؟ وكل شيك بقد ايه؟ يا نهار اسود. صباح الخير. صباح الخير. مادام طلبتيني من ورا فارس يبقى اكيد عايزه تزحزح المهر. لا خالص. يبقى المؤخر. ابدا. امال ايه الحكايه؟ اوعي تكوني خايفه تتعدي منه. لا مش خايفه تعدي منه، بس هي يعني العده لسه ما خلصتش. خلصتش؟ اه. يعني فاضل كام يوم على الثلاث شهور؟ هم الثلاث شهور. مش فاهم. يعني انا لسه متطلقه امبارح وجيت هنا عشان افصل شويه. ايه الكلام ده؟ يعني انت جايه تفصلي هنا؟ ادي اليوم الاخضر. ما انا حاولت اقنعه انه يستنى ثلاث شهور على الجواز، هو اللي مرضيش. مش بمزاجه، المهله عنده قربت تخلص وكاتب على نفسه شيكات. خلاص يبقى انا كده عملت اللي عليا، شوف له عروسه ثانيه. شوف عروسه ثانيه ازاي يعني؟ اه صحيح، مفيش اخت مش مطلقه. نعم. استني بس وافهميني، انت هتتجوزي فارس وموضوع العده ده تنسيخ خالص. ازاي بس؟ احنا هنكتب كاتب الكتاب والدخله بعد ثلاث شهور. ينفع؟ لازم ينفع، ما انا مش هسيبه يخسر الميراث بتاعه وانت كمان هتخسري 2 مليون جنيه. طب لو انا وافقت هو هيوافق؟ لا ما تخافيش، فارس مش هيعرف ولا المأذون كمان. ما هو مش مكتوب في الوصيه ان الدخله تتم يوم كاتب الكتاب. قلت ايه؟ السلافه. ايه؟ هنا يا انت يا سلافه. ماشي فريده، انا عايزك تعملي دبل شيك على الغرف اللي قلت لك عليها، ويا ريت عشان خاطري. فريده، يعني انت من الصبح قاعده بنفس القعده ونفس البطاقه، ايه يا امي مش كده؟ ها صح؟ انت مالك؟ كم مره اقول لك مالكش دعوه بيا؟ مالكش دعوه ايه؟ انت سايبه كل الشغل فوق راسي وقاعده بنفس البطاقه من الصبح يا فريده، مش كده؟ انا ما
دلوقتي ذمتك؟ ده منظر واحدة مطلقة؟ وانت بنظرتك الثاقبة مطلقة بيبقى منظرها عامل ازاي؟ مفيش واحدة مطلقة بتضحك الضحكة دي. ما هي بتضحك عشان بتتصور، وهي بتتصور بقى ما كانتش مطلقة. نشغل دماغنا شوية. ما شاء الله، بتدافع عنها بقلب قوي كده ليه؟ وانا هدافع عنها قوي كده ليه؟ انا عايز حضرتك تركزي في الشغل. يا سلام يا سلام لو تركزي معايا شوية. اركز معاك ايه وبتاع ايه؟ لو هي مطلقة فعلا فين قسمة الطلاق؟ واحنا مالنا؟ احنا اوتيل مش مباحث صح؟ احنا مالنا؟ احنا مالنا ازاي؟ هو مش ده المدير بتاعنا وعايز يتجوزها؟ يا ستي هو صغير اكيد قبل ما يتجوزها هيعرف اذا كانت مطلقة ولا لا. مش معقول. هو ايه اللي مش معقول؟ تمام هتبني في بريك ساعتين. ما انت في بريك من الصبح فرقت ليه؟ ما مالها؟ ما زي القمر مطلقة. انا بس اللي بحب واحدة غبية. المحامي قال لي ان انت كتبت شيكات للضرايب. اول مرة اعملها بس ما كانش عندي حل تاني. بس ما تقلقيش بعد الجواز ان شاء الله كل ده هيتحل. انت متأكد ان انت عايز تتجوزني؟ طبعا. غريبة ما سألتنيش انا اتطلقت ليه. عادي يمكن عشان ما فيش وقت يعني. بخيل. انا؟ لا طليق بخيل قوي مع انه كان معاه فلوس كتير. كان بخيل في كل حاجة حتى في مشاعره. لا 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 انا محبش كده. موضوع المشاعر ده بيضايقني قوي. كويس ان انت سبتيه. في حاجة تانية عايزة اقولك عليها. ايه؟ اوعى تكوني اتجوزتي تاني بعد ما اتطلقتي. امال هتجوزك ازاي؟ طيب فاتتني دي. عمر. مين عمر ده كمان؟ ابني. ابنك؟ انت ما قلتليش ان انت مخلفة. انت ازاي تخبي عليا موضوع زي ده؟ هو انا لحقت احكي لك على حاجة؟ صحيح معلش. الاستعجال ده هو اللي موديني في داهية. معلش. عنده الدقيس يا عمر ده. اسمعني كويس يا مولانا، انت هتكتب الكتاب. طلعت العروسة مجنونة قتلت قتلة حفيدة رايا وسكينة مالكش دعوة. لو العروسة طلعت مقتولة برضو هجوزها. الله عليك. ايوه انا احب الوش ده والدخلة دي. متر غلام حضرتك ما شفتش فريدة؟ فريدة؟ اصل هي مختفية من الصبح وبحاول اكلمها ما بتردش. طيب اسبقنا انت يا مولانا بقى وانا جاي وراك وزي ما اتفقنا. اطمن هجوزها له يعني هجوزها له. الله عليك والله طمنت قلبي. متر غلام ايه حضرتك عارف فين فريده صح؟ انا زحلقتها على قاعه العشاء. ليه؟ عماله تنخرف في جوازه سلافه وماسكه البطاقه بتاعتها كانها بتاخد الاعداديه. تمام يعني هي دلوقتي في قاعه العشاء. ايوه بس ما تقلقش انا هبعت اجيبها بعد كتب الكتاب على طول ان شاء الله. بس برضه انا قعدت اكلمها ما بتردش وما حاولتش حتى تتصل بيا. الله انا ما قلتلكش. ايه مش الواد اللي هناك خليته سرق منها الموبايل؟ انت ازاي تعمل كده يا متر؟ ده تلاقيها دلوقتي قاعده بتلف حوالين نفسها. انا مش هسكت على فكره، انا لازم اروح لها. خد تعالى هنا. فريدة تلف حول نفسها. والله يا فريدة دي تنزلك البير وتطلعك سقعان. اسمع يا ابني انت لو بتحبها فعلا وعايز تتجوزها ما تجيبهاش غير بعد كتب الكتاب. يلا اتكل على الله. فارس جاي. فارس جاي. ازيك يا مستر فارس؟ ابو الفوارس ايه الاخبار؟ تمام. البسش بدله يعني. انتوا مش قلتوا الدخله بعد 3 شهور؟ خلاص وقتها هجيب لك بدله بس على حسابك. بقول لك ايه؟ قولي. عروسه تانية بقى. تانية ايه؟ انا متشائم. هي كنزايه. بقول لك ايه؟ انت اللي كاتب شيكات للضرايب وانت اللي ما عندكش رصيد. عندك رصيد؟ لو عندك رصيد ماشي يلا. تعال عايزك. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الجلطه؟ امشي معايا من سكان السفاله دي. انا فاتني حاجه؟ حاجتي وزفت ايه؟ طب الحمد لله. يا غلاب يا غلاب افرد وشك في ايه؟ انت قامتها علينا ليه كده؟ ده احنا داخلين على فرح. ولا انت عايز تاكل عليها العموله؟ لا انا عايز العموله. فين؟ اخلص. ايه جايب لي عروسه متطلقه وعايز عموله؟ ده انت غريب قوي. طلقه؟ يا سلام. يعني ما تعرفش يا اخويا؟ لا ما اعرفش. هو انا اللي مطلقها؟ اخلص. ايه الاسلوب الرقيع ده؟ انت يا ابني مش قايل لي انها زي اختك؟ يعني مش عارف تفاصيلها؟ زي اختي. زي ما انت قلت كده بالظبط. يعني مش اختي. اعرفها منين انا يا اخي؟ وبعدين اعتبرها يعني اختي في الانسانيه. حلاوه في الانسانيه. قسما بالله العظيم لولا انك شبه واحد صاحبي صيني عزيز على قلبي انا كنت شفت شغلي معاك. خلاص مش مهم. المهم انت افرد وشك عشان احنا داخلين على فرح. وبعدين يا سيدي مش مهم متجوزه متطلقه ارمله. المهم يتجوزها ويفك اللي عليه يا اخي. ولا ايه يا غلاب؟ غلاب غلاب واختفى ليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وهنبدا الليله ترارارارا ترارارا. بس يا ولد بسم الله الرحمن الرحيم وهنبدا الليله ترارارا يا مولانا ما يصحش كده. الله ده عرسنا زين وكحيل العين. توكل على الله يا مولانا. بطاقتك يا عروس موجوده. هي مولانا
انا بقى معيش بطاقة. انا مش محتاج بطاقتك عشان صورتها معايا من اول الشهر. ايه ده؟ البطاقة موجود فيها انك متجوزة. لا 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 انا متطلقة. طب فين قسيمة الطلاق؟ جاية في السكة ان شاء الله. خلاص نستناها لحد ما تيجي. الحمد لله جت من عند ربنا. مش ده اتفاقنا مولانا؟ اتفقنا في حالة كونها مطلقة. ما هي مطلقة يعني انا هجوز واحدة متجوزة؟ ما اقدرش اجوزها من غير قسيمة الطلاق. انت كده هتبوظ لي كل حاجة. وانت كده بتضيع لي مستقبلي. تمام تمام. طب مولانا ما ينفعش حضرتك حد يبعت لك قسيمة الطلاق سكرين شوت على الواتساب؟ واتساب؟ استغفر الله العظيم. بس الله. طب انا في اوضتي لحد ما تشوفه هتعملوا ايه؟ رايحة فين عروسة؟ في حاجة؟ عروسة؟ إيه؟ لا لا عروسة. يا نهار اسود هي شكلها تقصد انها في غيبوبتها لحد ما تشوفوا هتعملوا ايه؟ والنبي فوقي والنبي يا نهار اسود ومنيل يعني انا جوزك البنت عشان تبهدلها لي؟ يا عم استنى شوية. ده اللي انا كنت خايف منه. العروسة هيغمى عليها عشان خايفة من الجواز. يعني هي أول مرة تتجوز؟ لا لا هي أول مرة تتجوزك أنت. كده كده الجوازة دي ما كانتش هتتم. المأذون كان مستني قسيمة الطلاق. يا سلام يا اخويا، مستني بقى قسيمة الطلاق لغاية ما يحجزوا عليك. دكتور أمجد جوه، ربنا يقومه بالسلامة. بس ما تقولش دكتور. بيني وبينك أنا قلقان تموت في إيديه. اخص عليك. اخص. إيه ده؟ أنت بتبص لي كده ليه؟ يعني ما أنتش عارف؟ ها؟ ما أنتش عارف اللي أنت عملته؟ أنا عملت إيه؟ يا دكتور سيبك منه، طمنا بس على سلاف. مبروك يا برنس، العروسة حبلة. ايه؟ أول مرة أسمع دكتور بيقول حبلة. وأنا؟ حامل إزاي؟ ده احنا لسه ما اتجوزناش. أنت بتسألني أنا؟ ده بيسألني أنا. أنت شايف دي ميدالية؟ حضرتك اسأل نفسك، شوف شوف انت عملت ايه يا شقي. انا عايز افهم بس، يعني هي اساسا مطلقه ازاي تبقى حبله؟ انت حضرتك بتدخلني في تفاصيل ليه؟ انا مش فاهمك برضو. ليه حضرتك بتعاملني على اساس ان انا فاضي وهعرف تاريخ عائلتها؟ انا مش عارف يا فندم. وبعدين ليه بتعاملني على اساس ان انا طبيب شرعي؟ انت مش طبيب اصلا. فارس اخص عليك. ماما قوي اجازتي انا، انا اللي عمال اشيل بلاويك واجيب لك الحقيقه واقولها لك في وشك عشان تتغير. ايوه بس انا عايز اعرف يعني انت حضرتك عرفت منين؟ حللت لها؟ لا حضرتك انا عندي سكر وعصبي. ها؟ هرد عليك راجل مش كويس. لا اعوذ بالله. مش ممكن يا فندم، عايز تحللها خد الاستاذ وخش حللها بنفسك. ايه ده؟ تخس. ماما قوي. صحيح الكلام ده؟ انت قادرة؟ تخس عليك. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه يا دكتور انت لسه خارج من الحضانه ولا ايه؟ بس انا عاجبني يونيفورم المدرسه ده قوي. اخس وليك نفس تضحك؟ في ايه يا دكتور وضح. هي راحت؟ هي ايه اللي راحت؟ اختفت. ايه اللي اختفت؟ المروه. هي وقعت منك فين؟ هنا ولا فوق؟ ندور عليها عادي يعني. مبروك مجالكم. مش فاهم. سلافه مالها؟ حبله. انت فرحان ولا زعلان؟ لا انا دهشان. روح 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 دور ورايا خطيبة. تقصد مين؟ فارس؟ انت قلتها لوحدك مش انا اللي قلت. عندك حق، انا ادور عليها هي وخطيبها. انا اسف يا دكتور انا اخرتك على الحضانة، تقدر تمشي انت دلوقتي. اخس. طب هي المروة وقعت منه فين ندور عليها؟ يا دكتور تعالي تعالي سندي عليا انا زي اخوكي. تعالي 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 يا فريدة. يا ساتر يا رب شكلك اتغير كده ليه؟ انت عجزت خالص يا فريده، انت عندك كام سنه؟ ان شاء الله خير ما تقلقيش ما تقلقيش. فريده انت كويسه؟ ما تخافش لسه عايشه. ايوه بس هو ايه اللي حصل؟ مستر فارس بعت لي رساله على الموبايل وقال لي استنيني على قعده العشاء. استغفر الله العظيم. ممكن تسكت يا حبيبي؟ استغفر الله العظيم، في ايه يا حبيبي؟ كملي. انا مش فاهمه هو ليه بعت لي الرساله وقال لي روحي وهو مش هناك. تفتكروا يقصد ايه؟ يقصد ايه؟ يقصد ان هو يمشيكي من الاوتيل عشان خاطر يعرف يتجوز سلافه، عشان حضرتك طول الوقت ماسكه البطاقه وعماله تنخوري عايزه تبوظي الجوازه. هو اتجوزها؟ لا اطمني لسه. طب الحمد لله. بس ان شاء الله هيتجوزها. ها؟ بعد الشر. يا عم خليك محضر خير، ما يمكن الرساله تكون جات له بالغلط ويقصد واحده تانية. واحده تانية مين يا ابو العريف؟ سلافه طبعا، هي مش خطيبته؟
يبقى اكيد هي اللي هتروح له قعده العشاق. انا مش عايز اسمع صوتك يا زفت انت النهارده خالص. صوتك طلع دلوقتي وفوقت يعني. اه صوتها طلع في حاجه. هو انت الجارد بتاعها؟ اه الجارد بتاعها. انت بتحب تسمعها سعيد صح؟ هي ايه؟ ثلاث ثواني لو لقيتك في وشي هزعلك يا سعيد. اسمعها يا فندق. فريده بنت مستر حسين تخصني. نقول تاني. فريده بنت مستر حسين تخصني. اي واحد دماغه تتدحرج تهب منه يفكر يروح لوحيها هدبس له وشه. امين. نيل بتبصي لي كده ليه؟ سلامتك يا عروسة. الله يسلمك، مرسي. طبعاً عرفتي عندك إيه بما إن الدكتور كشف عليكي. لا، هو كشف عليا ومشي على طول. هو قال لنا إنك لمؤاخذة حامل. إيه؟ لمؤاخذة؟ يا سلام، ضايقتك قوي لمؤاخذة وحامل؟ لأ، حامل يا ستي، حامل. حامل إزاي يعني؟ سبحان الله، تصدقني أنا كنت لسه هسألك نفس السؤال. لا لا، الدكتور بتاعك ده مش عارف أي حاجة. موافق، مش عارف أي حاجة. الحاجة الوحيدة اللي هتخلينا نتأكد التحليل. تحليل ايه؟ تحليل الحمل. بصي انا بعت اجيبهولك مخصوص من الصيدليه. انا مش هعمل اي تحليل، وبعدين احمل ازاي وانا مطلقه؟ لا ما هو بصي بقى، الحاجه الوحيده اللي هتنفع عنك التهمه الشنيعه دي انك تعملي التحليل ده، وبصفتي انا الحمار اللي هتجوزك كمان نص ساعه يهمني اعرف بقى اذا كنت حامل ولا لا. وانا بقى مش هتجوزك طول ما انت مش واثق فيا. وادي التحليل بتاعك اهو، واتفضل اطلع بره. طيب طيب خلاص خلاص، ما تزعليش نفسك، اتفضل اطلع بره. واضح انك بتتلككي، هي جوازه باينه من اولها. الخامس اوتيل ادخله لسه ما لقيتهاش. طيب يا ماما، لو وصلت لاي حاجه هطمنك. سلام. مساء الخير. مساء النور يا فندم. في واحده نازله عندكم هنا اسمها سلافه. بتقول مين حضرتك؟ سلافه. لا مش متاكد يا فندم، اصل انا عندي نزله كتير فاكيد مش هفتكر اسم كل نزيل يعني. ليه يعني في اليوم بيجي لكم كام سلافه يعني؟ والله دي بقى ازاي يا فندم. انت شغال هنا ولا بتعمل ايه؟ اه يا فندم نمتاج موجود اه. طيب بص. ايوه دي صورتها. ايه شفتها؟ ايوه فندم. بالراحه بس على الموبايل عليه صوت. اه ما باين. مبروك. ايه الشرخ ده؟ ايه؟ لا سوري يا فندم، ده الاضاءه بتلعب. سوري يا فندم. اه لا لا مش متاكد. سوري يا فندم سوري. وانت مش متاكد من اي حاجه؟ اه يا فندم سوري. لا هات لحد كبير اكلمه بقى عشان انت مش عارف اي حاجه هنا. ما انا لو جبت لحضرتك حد كبير تكلمه هيقول لك بالظبط نفس اللي انا هقوله دلوقتي، ان انا ما اقدرش اطلع اي بيانات لاي نزيل عندي غير لما اعرف حضرتك مين الاول. عايز تعرف انا مين؟ اي فندم. انا جوزها. جوزها؟ جوزها مطلقه. ايه؟ ايه ايه يا فندم ايه؟ هي قالت لك ان هي مطلقه؟ لا ما قالتليش حاجه. انا مش متاكد، مش متاكد كانت موجوده. لا انت كل حاجه مش متاكد منها؟ معلش يا فندم مش متاكد سوري. امال حكوني رحت فين يا سلافه؟ اه دي رايحه منه. حكوني رحت. لا عليه صوت، عليه صوت. بالراحه بالراحه. رحت فين يا سلافة؟ انت بتسأل عن سلافة؟ لا ما بسألش. تعرفها؟ لا ما يعرفهاش. لا طبعا اعرفها، نازلة عندنا في الاوتيل، ده انا اللي موصلها الغرفة بتاعتها. امال بتقولي ليه ان هي مش عندكم؟ انا قلت لحضرتك مش متأكد، مش متأكد فهم. لا حضرتك بقى ممكن تتأكد من مستر فارس صاحب الاوتيل. اشمعنى بقى مستر فارس صاحب الاوتيل؟ لأنه خطيبها والمفروض هيتجوزوا النهاردة، ولا إيه يا أدهم؟ هم مين دول اللي هيتجوزوا؟ حضرتك بتزعق ليه؟ هو اللي بيقول يا فندم. هي فين أوضتها؟ مش متأكد. هو أنت مش متأكد ولا عارف أي حاجة هنا؟ لك معلومة غلط يعني يا فندم، ما يصحش. انا هوصل لها. ماشي يا فندم ماشي. تعالى سعيد. هو ماله متنرفز ليه؟ لا هو راجل عصبي. سعيد هو الراجل ما سالكش يعني؟ انت من نفسك ما شاء الله قررت كل حاجه، انت متبرع فتنه يا ابني. انت عارف انا على نياتي واللي بقي على لساني. الجمله اللي بقي على لساني. اسكت يا سعيد. امشي امشي امشي. طب بالنسبه للثلاث ثواني خساره فيك. امشي بجد يا سعيد المره دي. امشي بجد. امشي امشي يا سعيد. امشي امشي. ايه؟ عملت تحليل؟ ايوه. والنتيجة ايه؟ حامل. حامل؟ ما يمكن التست اللي جابهولك ده يكون مهنج ولا حاجة. لا انا كنت حاسة ان انا حامل، بس كنت بكذب نفسي. كنت حاسة؟ طب وايه العمل؟ خلاص كل اللي اتفقنا عليه روح. راح؟ طب مستقبلي ومستقبلك؟ عايز نعمل ايه بعد ما طلعت حامل؟ بصي انت هتنزلي بيبي النهارده وهتتجوزي فارس بكره. ازاي بس؟ ايه اللي بتقوله ده؟ عادي، انتوا كده كده متفقين ان الدخلة هتبقى بعد 3 شهور. ولما يسالني عن نتيجه التحليل قولي له مش حامل، خلينا نكسب وقت واحنا هننزل بيبي النهارده. يا سلام، بسهوله كده؟ لا ما هو ما دام الحمل لسه في اوله
يبقى الباب هينزل بسهولة. استغفر الله العظيم، ربنا سامحنا. هو صاحبك عبيط عشان يصدق الكلام ده؟ لا، هيصدق عشان عايز يصدق. ده كاتب على نفسه شيكات بدون رصيد، يعني لو ما اتجوزكيش واخد المراس هياخد في كل شيك 3 سنين. استغفر الله العظيم. لو سمحت، حضرتك ما تعرفش واحده نازله هنا اسمها سلافه؟ ايه اللي اعرفها؟ ده انا المأذون اللي كنت هجوزها. هتجوزها؟ بس رفضت عشان ما لقيتش معاها قسيم الطلاق. وهي قالت لك ان هي متطلقه. وما قدرتش تثبت. ولا هتعرف تثبت. هو حضرتك مين بالظبط؟ انا جوزها. جوزها ولا طليقها؟ والله ما انا عارف يا شيخنا. يعني ايه مش عارف؟ يعني احنا من فتره كده حصل بينا مشكله. ففي لحظه نرفزه وعصبيه رحت قايل لها طب روحي يا سلافه وانت طالق. وراحت؟ ما هي لو ما راحتش ما تبقاش طالق. لا هي راحت بصراحه. خلاص تبقى انت كده طلقتها. يعني ينفع تتجوز حد ثاني؟ بعد انقضاء فتره العده 3 أشهر، اي 3 مانث. اي نو. ولما يجي مأذون يطلقه بشكل رسمي. يعني احنا كده ما اتطلقناش بشكل رسمي. انت كده طلقتها طلقه غير باينه. لا غير باينه ايه يا مولانا؟ كان باين قوي اني بطلقها. لا انا اقصد غير باينه، يعني من غير عقد طلاق، يعني تقدر ترجعها في اي وقت طول فتره العده. والمصحف. ايوه. طب واذا ما وافقتش؟ مش من حقها، لانك ما طلقتهاش على يد مأذون. يعني اقول لها انا رديتك تترد؟ ايوه. من غير ما ادفع اي فلوس. وانا مليم. انت بس تمسك ايديها. ايه يا مولانا في ايه؟ بشرح لك يا اخي. تبوسها بوسه حلوه كده، تعمل حاجات كده تحسسها انك لسه عايزها. احسسها؟ ما احسسهاش ليه؟ بس ما ينفعش تتجوز حد تاني. مستحيل قبل انقضاء فتره العده. ينصر دينك يا شيخ. اسمع بقول لك ايه؟ لو حبيت تطلقها بشكل رسمي يعني انا قاعد وفاضي، اي لا اعمل. اي على البحر كان ناس كتار تحت الشماس مبدورين. مساء الخير. مساء النور. ايه عايز ايه؟ الواحد ما يعرفش يتمرجح بالمرجيحه شويه. في ايه يا عم؟ بالراحه، مالك؟ انا عايز اعرف بس، في واحده بتتجوز هنا، في عروسه، في فرح. انت شكلك من قرايب العروسه. قريبها يا سيدي. قول ما تتكسفش. انا برضو قريبها. لا والله. ومن اني ناحيه بقى قريبها؟ انا اخوها في الطريق. نعم. ايوه اخوها في الطريق. على فكره انا جاي انا وهي بالعربيه بالمطار لحد هنا عشان اسلمها لعريسها. مطار؟ هي جابت طياره؟ جابت طياره طبعا. ما هتيجي في مركب ورق. هو تذكره بكام النهارده؟ انا ايش عرفني يا سيدي. سيبك من التذكره بقى، انت بقى اللي جبتها من المطار وجوزتها. ها؟ ايوه انا وابلها فخر. وتعرفها منين انت بقى عشان تجوزها؟ والله ما اعرفهاش، انا بس لقيتها قلت اجيبها اوفر رصيد في الحلال. توفر رصيد في الحلال؟ هم اتجوزوا؟ لا لسه ما اتجوزوش، انا قلت لهم عقد القران ما يتعقدش ولا كاتب الكتاب يتكتب الا لما تيجي عشان تشهد على العقد. كمان عايزني انا اشهد على العقد؟ يا سيدي على الابو اللي شهدك على العقد، مش عايز تشهد عنك ما شهدت يا اخي. قول لي بقى هم في اوضه كام؟ يا سلام يا سلام، ولاد الناس برضو، شكلك عايز تطلع تبارك لها. بالظبط. 1019. اللي قول لي، انا ما تعرفتش عليك زياده، انت قريبها منين؟ انا بقى يا سيدي جوزها. ها؟ جوزها. جوزها؟ جوزها؟ طبعا اذنك بقى عشان اروح الزحلق على الزحليقه بعد ما اتمرجحت على المرجيحه. انهار اسود. جوزها؟ الف شكر يا دكتور والله. احنا في انتظارك. بس هو هتتاخر. ها؟ طيب تمام. الله يخليك. مع الف سلام. الف الف سلام. مع السلامه. حفظ الله. ده الدكتور اللي هجدني؟ جاي خلال نص ساعه وباذن الله مجهوده مجهوده. ده اكيد فارس. اعمل نفسك زعلانه عشان افتكر انك انت حامل. اوكي؟ حاضر. انا عايزني في ايه؟ تعالى. انا صلحت لك الجو على قد ما اقدر، واياك تعك الدنيا تاني. مش خلاص؟ سامع. سامع. مساء الخير. عايز ايه؟ جاي ليه بعد اللي قلته؟ خلاص بقى، سامحيه عشان خاطري. انا مش قادره اصدق ان هو اتهمني الاتهام البشع ده. الدكتور هو اللي قال انك حامل، وانا جايب الكلام ده من عندي. وبعدين انت مش عايزه تعمل لي التحليل لغايه دلوقتي. بكره بكره هنحلل في معمل محترم، عشان اختبار الحمل اللي حضرتك بعته طلع بايظ. بايظ؟ بايظ. بايظ ازاي؟ يا فارس انا عايزك تطمن، احنا مش هنكتب الكتاب غير لما نطمن على نتيجه التحليل. يا غلابه. مفيش كلام غلاب بقى يا عم الحاج، احنا في شيكات وكمان 3 ايام هنسدد وسجن. يا فارس
انا عايزكم بقى حلوين كده ايه تهزروا بقى وتلعبوا مع بعض كده لغايه ما اجي لكم. ها يلا قطعيت بعد اذنكم. بعد اذنك يا فارس. يا رب. ما تزعليش، انا كمان هنسى انك زعلتيني. وانا كمان هسامحك بس بشرط. شرط؟ شرط ايه؟ ترفض الدكتور ده. حرام يا سلافة. لو سمحت معلش، فين أوضة 1019؟ 1019؟ إيه ده؟ أنت تقصد أوضة مدام سلافة؟ لا والله، وأنت تعرفها؟ أنا غلابة دكتور اللي كلمتك من شوية، بس ما كنتش فاكر إنك هتيجي بسرعة كده. غلاب إيه ده؟ غلاب من طرف عم بسيوني، واتفقت معاك تنزل البيبي من بطنها. بطن مين؟ سلافة. هي حامل؟ العبيلي هتنزلها من بطنها؟ سلافة حامل؟ وطي صوتك، عارفها معاها. عارف مين؟ ما هو لو عارف مش هيتجوزها. وهي بقى ازاي هتتجوزه وهي حامل؟ انت بسم الله ما شاء الله جاي تجهضها اهو. قول لي بقى انت هتجهضها ببرشامه ولا بالحونه؟ لما اشوفها الاول. لا ما هو مش هينفع تشوفها لان هو معاها. هو مين ده اللي معاها؟ عريسها يا اخي. معاها فين؟ معاها في الاوضه. بيهببوا ايه؟ الله، اتنين مخطوبين وفرحهم هيكونوا بيعملوا ايه يعني؟ نعم اكيد بيتفقوا على شهر العسل. بقول لك ايه، رايح فين؟ مش هينفع تجهضها وخطيبها جوه. اي خلاص بقى يا سلافة، هتفضلي مكشرة كده على طول؟ أنا لغاية دلوقتي ما شفتكيش بتضحكي خالص. يظهر إنه غلاب. على الله ما يكونش جايب مصيبة جديدة. أنت بقى خطيب مدام سلافة؟ أيوة أنا. أنت مين؟ أنا جوزها. جوزها؟ هو انت ايه اللي جابك؟ هو احنا مش خلاص اتطلقنا؟ لا انا رميت عليك اليمين لكن ما جبتش مأذون، وانا بقى سألت وعرفت ان ده ما جبتش مأذون اقدر ارجعك في اي لحظة. ترجعها ازاي؟ هترجعها غصب عنها. هو انت واقف هنا بتعمل ايه؟ ولا انت لسه عندك امل انك تتجوزها وهي لسه ما خلصتش عدتها؟ هو انت لسه ما خلصتش عدتك؟ تخيل، لاني لسه مطلقها اول امبارح، هتخلص ازاي؟ عشان كده بقى كنت عايز اتأجلي الجواز 3 شهور. ولا 3 سنين. اتفضل بقى اتكل على الله وحاسب لها على اوضتها وسيبنا انا والمدام ننبسط بالبيبي الجديد. بيبي جديد؟ يعني انت عارفه ان انت حامل اهو؟ حامل مش حامل، انت مش هتردني غصب عني. لا والله؟ انت بتبيعيني يا سلافه عشان خاطر ده؟ لا بقولك ايه؟ لغايه هنا وتحترم نفسك، انت مش عارف انت بتكلم مين. ولا عايز اعرف انا بكلم مين. وما تخلينيش بقى ايه بس بقى كفايه فضايح، كفايه فضايح ومشاكل، حرام عليك بقى. هو انت مش هتبطل بقى؟ سلافة، سلافة اهدي يا حبيبتي، سلافة امشي بقى يا اخي، كفايه اللي انت عملته، امشي سلافة. لا ما انت هتفوقي، ما انا مش هجيب دكتور. سلافة ايه يا سيدي، انت مقدم في ذا فويس ولا ايه؟ خليني اعرف عارف حضرتك بقى. ايه ده انت بتعمل ايه يا مدهول؟ بترقع صوابعك وببسطك. يا ابني مال صوابعي؟ انا واخد رصيه في دماغي. دماغك؟ لا نشوف بقى فرع دماغ، الدماغ الجذعيه والفرعيه والدماغ. ها اخباره يا دكتور؟ الله يرحمه مات. يا خساره، انا كنت عايز انتقم منه بايدي. انا الحق عليا ان انا عايز اجوزك، عايز اجوزك واديك ميراثك. انا غلطان. تجوزني واحده لسه ما اتطلقتش رسمي ولسه ما خلصتش عدتها وكمان حبله. ايه يا ابني انت بتسخنه عليا؟ هو جاي سكري جاز بقى. يا راجل يا ضلالي، عايز تجوزني جوازه بطله كل ده عشان تاخد عمولتك؟ يا عم بطله ايه؟ اذا كان العروسه كانت موافقه. العروسه دلوقتي مع عريسها وزمانهم مستنيين البيبي. ولا تقلق نفسك يا فارس، 3 ايام وهتتطلق صدقني. تعالى يا سلافه. يا اخي انت ايه، ما بتزهقش؟ انت لسه عايز تجوزهاني؟ ما عندناش امل غيرها، ما فيش غير سلافه فارس. تعال لنا يا سلافه الحقينا. تصدق وتامن بالله لو حد غيري كان قتلك النهارده، انما انا بقى هعاقبك بطريقه تانية. ايه؟ هسيب امجد يعالجك. لا خده معاك، ابوس راسك، انت هيمرضني. انت ورا انا وانا اصحى انا. هاني.
هو في ايه؟ انا ايه اللي حصل لي؟ فينك هربتي مني وجيتي الاوتيل ده؟ لا وكمان جريتي ورايا عشان ما اضربش عريسك. لا انا ما جريتش وراك عشان كده، انا جريت وراك عشان كنت خايف عليك، كنت خايفة تعمل في نفسك حاجة. بجد كنت خايف عليا؟ طبعا خايف عليك زي ما انت بتخاف عليا. طبعا بخاف عليكي. طب قوليلي بقى، انت فعلا في بيبي؟ هتجيبي اخ العمر؟ يبقى لازم نرجع لبعض. يعني انت هترجع لي بس عشان انا حامل؟ لا طبعا. طب من قبل ما اعرف انك حامل جاي لك جري من القاهره ادور عليكي. انت عارف فارس صاحب الاوتيل كان هيدفع مهر مؤخر قد ايه؟ يعني انت عايزه تبيعيني عشان فارس وفلوس؟ لا عشان عايز اشتريك بفلوسك. يعني ايه؟ يعني تبحبح ايدك شويه. الفلوس اتعملت عشان نعيش ونصرفها مش عشان نخبيها. ايه مش عاجبك كلامي صح؟ يا ستي عاجبني كلامك وكل اللي انت عايزاه هعملهولك وزياده، بس يعني نسيبنا من موضوع البحبحه والصرف ده، نضيقها على نفسنا شويه ما فيهاش حاجه. ده اقتراح يعني مش اكتر. بقول لك ايه؟ ممكن تشوف لي طريقة أهرب بيها من الأوتيل ده؟ وتهرب ليه من الأوتيل؟ ما أنت آكل نايم شارب على حساب الأوتيل. أنا بره بعمل خمس ست جوازات في اليوم. يا راجل اقعد جوازات إيه ده؟ أنت شكلك حنوتي. أستاذ عادل أنا جاهز للطلاق. يلا كل شر بره وبعيد يا مولانا، خلاص المية رجعت لمجاريها. ويلي ويلي إيه ومسترد إيه؟ ده تركب له من العاشر. في إيه يا ابني؟ إيه اللي حصل؟ ما تطلق وتستهدى بالله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أعوذ بالله منك يا جدع، أنت إيه؟ وحشتني قوي يا حبيبي. شفتي بقى المفاجأة الحلوة دي؟ حلوة قوي. خليت اخويا يجيبه لك من القاهرة مخصوص عشان لو ما عرفتش أأثر عليك أنا يأثر عليكي هو. عم سامي قال إن في واحد هبل جاي يتجوزك وأنت متجوزة يا ماما. هو عمك ده ما بتتبلش في بقه فولة. سلافة. أنت مش هتجيبها بره بقى ولا إيه؟ قصدي مدام سلافة، دي هدية بسيطة عشان البيبي اللي جاي في السكة. هو ده الهبل يا ماما؟ آه هو. حضرتك جنتلمان قوي. جنتل إيه بقى؟ بخلي الواد الهبل ده يلم لسانه بعد كده. يلا يلا يا حبيبتي يلا. مع السلامة مع السلامة. يا أستاذ فارس أرجوك سيبني أروح، أنا عايز أكل الهامستر بتاعي أي الفقر. والله العظيم أنت اللي جبت لنا الفقر والنحس كمان، اركن بقى. اسكت اسكت، معلش خدت الشر وراحت. وأنت كمان تسكت، جايب لي واحدة أتجوزها بعيالها وجوزها. يا باشا أنا عيش عرفت يعني، وأنا اتجوزت وضامن جنة. لا ما هو أنت لازم تسمعني، كفاية إني كنت هموت علشانك. أنت كنت هتموت عشان بتكذب. بقى يا راجل يا ضلالي عاوز تجوزها لي قبل ما تخلص عدتها؟ يا عم انت اللي نحس وكل عرايس بيهربوا منك. اه نحس، فتقوم تجوزني جوازه حرام عشان تقبض عمولتك. لا ما كنتش هتلمسها غير بعد 3 شهور، عدتها شرعي. برضه جوازه حرام. مين قال لك كده؟ المأذون اللي انت جايبهولي. حمار، همشيه وهجيب حد غيره خلاص. مشي، يعني شايف يعني العرايس مترميه؟ مستر فارس. يا فندم. انا بقدم استقالتي. في ايه انت كمان؟ في الرساله دي. اللي انت حدفتها لي في قعدة العشاء. انا ما بعتش الرسالة دي. من موبايلك اهي. ايوه من موبايلي بس انا ما بعتهاش. طيب يا دوبك انا الحق صلاة الظهر. لا 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 استنى استنى. مفيش حد في الاوتيل كله له مصلحة ان انا امشي من هنا لحد ما مستر فارس يتجوز سلافة غيرك انت. عادي. انت اللي بعت الرسالة دي. انت ازاي تبعت رسالة من موبايلي من غير ما احس؟ عادي يعني انا لقيتك مشغول بمكالمة في الموبايل الاولاني بعت رسالة بالموبايل التاني. والله طب والباسبورت؟ لا ده انا نقشته وهو بيفتح الموبايل كذا مره فحفظته يعني. وكمان بتتجسس عليا عشان مصلحتك يا حبيبي. طب رايك بقى ان انت مرفوض؟ لا ما اسمحلكش، انا مش موظف عندك، انا المحامي بتاعك. برضه مرفوض وهجيب محامي غيرك. اتفضل. أروح حصاد الظهر. اتفضلي السقاله بتاعتك اهي. اتفضلي انت كمان يا فتحي. هات لي قهوة. يلا معلش معلش. شد حيلك يا أستاذ غلاب، كلنا له. أنا مش قاطع فيها سعيد غير إن فارس غدر بيا. معاك حق والله. أنا لو من مستر فارس كنت طردتك من زمان. إيه؟ قصدي يعني كنت عمري ما فرطت فيك أبداً. يلا، الواحد بيتعلم يا سعيد، بيتعلم. على رأيك، شوف أنت بقالك معانا هنا قد إيه؟ عمرك ما غلطت مرة واحدة في حياتك وديتني أي حاجة. والله أنت ابن حلال يا سعيد، ابن حلال وقلبك طيب.
والله انا كان قلبي حاسس انك مش هتكبر بخاطري غير لما يطردوك. يا ريته كان طردك من زمان. ايه ده؟ وانا اللي فاكرك هتديني تبس؟ تبس يا سعيد؟ تبس ايه؟ ده انا مديون ورايح للديان عشان استسمحهم ياجلوا المهله شويه. حرام عليك يا سعيد. بقول لك يا سعيد، ايه؟ ما تعرفش كده حد من حبايبك يكون معاه قرشين ويديهم لي سلف؟ او انت لو معاك فلوس يا سعيد اديهاني وما تقلقش، هديهم لك كمان اربع سنين. انت تؤمر يا متر. مع السلامه يا متر. الحبس للرجاله. حتى انت سعيد ندل؟ ماشي. قول يا سعيد، قول في ده يا سعيد.